أعلام أعلام نزل فيهم قرآن. العاص بن وائل السهمي. كان العاص بن وائل من صناديد مشركي قريش، ومن الذين لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، وقد حمله شركه وإنكاره البعث على الاستزادة في ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل. وذات مرة جاءه خباب بن الأرت ليتقاضى دينا له عليه، فقال له العاص: ألستم تزعمون أن في الجنة فضة وذهبا وحريرا ومن كل الثمرات؟ قال خباب: بلى. قال العاص: فإن موعدكم الآخرة، والله لا أقضيك دينك حتى تكفر بمحمد. فقال خباب: والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. فقال العاص: وإني لمبعوث بعد الموت؟ فإذا أنا مت ثم بعثت كما تقول جئتني، وسيكون لي ثم مال وولد، فأعطيك حقك. فأنزل الله تعالى في شأن العاص بن وائل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. أعلام نزل فيهم قرآن.